أكيد نحب نشكر سمو الشيخ هزاع بن زايد والشيخ سلطان على الدعم الموفر لنا دائما، سواء في الفترة في المعسكر أو بعد المعسكر. دعمهم دائما موجود، يعني ما في أي شيء نحن نطلبه مش متوفر لنا، فبالعكس هذا الشيء يعني يعطينا دافع ودافع زيادة أن نحن نقضي كل أشياءنا في الملعب، نركز على في الملعب، خارج الملعب كل شيء محلول، فموفرين لنا كل شيء الصراحة. والله مثلي نفس مثل أي واحد عادي جدا، يحيى نادر خارج الملعب مشجع عيناوي، أدرس في جامعة تخصصي إعلام، بس ما عندي شيء بعد. يمكن من أجمل لحظات يعني كانت في المدرسة والأكاديمية، يمكن أنا بديت في المدرسة وأنا عندي 7 سنين، لولا الأكاديمية والمدرسة ما كان يحيى نادر وصل الفريق الأول. شوف، يمكن أي حد أو أي لاعب يمكن يتعرض لإصابة، يمكن أنا الإصابة اللي جتني كانت في مكان صعب شوي، كان عندي تمزق، تحديت نفسي وواجهت نفسي أن إصابة متكررة، بس الحمد لله قدرت أتعافى منها، والحمد لله ما فيني إلا الصحة والعافية، وجاهز إن شاء الله للموسم الجاي. معروف هذا. معروف هذا، معروف ما في غيره. قول على الشارجة معروف. أفضل لحظة كانت أكيد كأس عالم الأندية، يمكن المشوار كان صعب وكل الناس كانوا ينتقدونا في هالفترة، بس همة وإصرار اللعيبة مباراة بعد مباراة لما وصلنا الفاينل، وكان دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد لا محدود، فإنجاز يعتبر تاريخي هذا النادي العين، وشيء واحد ما ينسى أبدا في حياته. يمكن اللي حسيت فيه إن أحسن شيء خذيناه وأحسن دوري، يمكن دوري السلام مع ريبروف، مع سيرجي ريبروف، لأنه تقريبا كان دوري هذا ما خسرنا غير مباراة واحدة أتوقع، فكان تحدي كبير بالنسبة لنا، فأنا أشوف هذا كان من أصعب الدوريات اللي خذيناها. يمكن أنا نفس ما قلت لك أنا أدرس في جامعة كلية إعلام، فيمكن الحين صار لي نص سنة موقف لأن المواعيد مش مناسبة مع التمارين والمباريات، فيمكن هذا التحدي اللي أنا دخلت فيه وإني أوازن الاثنين مع بعض، وإن شاء الله إني أنجح إني أسوي دراسة والرياضة في نفس الوقت، الكورة في نفس الوقت يعني، فإن شاء الله هذا التحدي بالنسبة لي إن شاء الله أفوز فيه. أتذكر المباراة بس ما أتذكر أي سنة، كانت ويا مدرب ليكو، كنا نلعب ويا الجزيرة في استاد هزاع، وكان عندنا تقريبا طرد في الدقيقة أول 10 دقائق، يمكن هالمباراة كانت أحسن مباراة لطلوع يحيى نادر، فأتوقع أنا بديت مشواري وبدأ الجمهور يحبني من هالمباراة. أتمنى أن يكون عندنا لاعب ارتكاز قوي مفيد لنا ومفيد حق الفريق، يعني قبل لا يكون مفيد حقي أنا أتعلم منه، أكيد هو أكيد لاعب خبرة، لاعب كبير، لاعب كان على مستويات عالية برا، فبالعكس هذا يشجعني أني أزداد حماسي، أني أزداد تدريباتي، أني أكون أحسن وأحسن، وفي نفس الوقت هو بيكون يعني شيء مميز للفريق، بيكون شيء دافع قوي للفريق، فبالعكس لا أنا ما أشوف هالشيء، لا يعني بالعكس أنا أشوف هالشيء بيكون دافع قوي حقي ودافع قوي جدا للفريق. وقبل لا يكون قاسي على الجمهور، قاسي علينا ومؤلم علينا جدا، لأن زعل الجمهور أكيد يؤلمنا ويزعلنا وايد،
شوفت انا بالنسبه لي 3 مباريات ويا الشارجه تفاصيل صغيره جدا هي اللي فوزت الشارجه علينا، وعدم التوفيق ممكن نقول، بس والله لو انعادت هالمباراه يمكن نقول 200 مره الشارجه مستحيل يفوز علينا بهالطريقه. يعني اكيد موسم صعب مؤلم، تفاصيل بسيطه يعني تحدد مين الفايز، بس خلاص نفس ما انت قلت طوينا هالصفحه، دروس مستفاده. والله يعني زعل الجمهور هالموسم، يعني نحن كان قاسي علينا وايد قبل على الجمهور. ان شاء الله دافع بيكون موسم استثنائي ان شاء الله هالموسم. والله انا اشوف انهم على اعلى مستوى وعلى كفاءه، في انسجام على طول استوى مع اللاعبين، يعني سوينا فريق واحد خلاص، ما نحس ان هذا غريب علينا. فان شاء الله انهم يقدمون الدافع القوي لهالموسم وحق البطولات مع بعض ان شاء الله. اكيد جمهور العين يعني نحن متحفزين لشوفتهم اكثر واكثر، خصوصا بعد الموسم اللي كان نفس ما تقول سيء جدا، وخصوصا هالسنه عندنا اسيا، فان شاء الله الجمهور بيشوف هالسنه موسم استثنائي وموسم مختلف جدا عن المواسم اللي طافت ان شاء الله، وان شاء الله نفرحهم هالموسم اللي نقدر عليه.